مفتوح. عايز تعدي الطفين تعال. في حديد وفي خشب مش هتعرف تعدي حضرتك. ممكن اعتذر لك يا شيخ. نعم الشعار اخوان. يا اخوان مسلم شعار. وعاملين الحراسه دي ليه؟ مش حراسه والله يعني، بس عشان المكان عشان يعرفوا يشتغلوا وفي حديد وخشب الناس مش هتعرف تعدي. اللي عملته الحراسه المشدده ديت مش حراسه مش كل المنصات اتنصبت مش بالطريقه دي. مش بالطريقه دي. الطريقه دي انت ده حد في ليه ده حد في ايه يعني الطريقه؟ لا عامل كده حصار امني مش مظبوط. مش حصار امني والله. لا 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 بجد انت اللي سميتها حصار امني. انا بقول لك انت اللي سميتها حصار امني. حصار امني. طب انت تسمي ده ايه؟ ولا في اي حاجه كمان. الشغل هقول لحضرتك ممكن يتعمل. المنصات كلها اتنصبت مش بالطريقه دي. هقول لحضرتك على حاجه. بص حضرتك دلوقتي الناس دي واقفه على ايه؟ على حديد. يعني اي واحد ممكن يمشي يخبط خبطه. انا بقول لك كل المنصات اتنصبت مش بس بالطريقه. بص حضرتك دلوقتي شوف. لا 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 مفيش اي حاجه خالص. احنا بنحافظ على ارواح الناس ومحدش يتصاب. اللي ممكن يتصاب ويقع يموت واللي تحت ممكن يتصرف بحدين الدكتور اللي حديد. فاحنا بنعمل امان الناس واقفه على الرواد لحد اللي ماسك الاسلحه ولحد ماسك اي حاجه. هي كلها مروحه حفاظ على الامان للناس مش اي خاطر. وحضرتك عاوز تخش اتفضل خش جوه. لا لا ما منعوني اخش. لا 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 مفيش مانع. مانع الحفاظ على حضرتك. انا بقول لك منعوني. ماشي يا فندم. هو بس على حضرتك شايف انك البنات البنات ولا ايه؟ ولا شايف انك البنات مفيش حد منعك ولا حاجه؟ فيك نفسك اضحك كده اضحك الراجل شايفك. مفيش حاجه. الله يبارك فيك يا فندم.